مرحبا. مرحبا. نتعرف عليك؟ تفضل. شو اسمك؟ عادل بن عبد العزيز القاقني، ساكن نهد الصلي عدد 13 باب السويقة. يزي هذوما يزي. عادل اللي بتخذ من المرسوقة؟ خذيت شوية ملسوقة على الصبيح على خاطر من بعد ما عاد تلقاها، على خاطر السميد ما فماش، يخبيوه في السميد، يخبيوه في السكر، يخبيوه في القهوة. عراس عراس يبيعوا لبعضهم، السميد يعطيوه الفطايرية، يعطيوه بيعة الفريكاسية، يعطيوهم. فهمت كيفية الحكاية؟ المواطن ما يخلط له شيء، مش ما فماش السميد والسكر والقهوة. فما هاك تهبط مثلا الكارفور تلقى القهوة ومن بعدها تتقطع. في كل شيء فما ما ياخذوا فيه أصحاب الحواند. تو الفطايرية منين يعملوا هاي؟ منين يخدموا؟ والبيعة الفريكاسية منين يجيبوا في السميد؟ فهمت؟ مونوبري، ما نحكي لك مونوبري، كارفور، كذا، ياخذوهم القدامة اللي غادي لداخل. معناتها منا تكوي منا تشوي. ما لقيناش معاهم حتى حل. الشيء يكثر مدام، العاصمة الشيء يكثر فيها ياسر. فهمت؟ ولي هذا يحب ليه. فهمت؟ والدنيا غليت والدنيا كويت. قهوة كحلة ب 13 وب 15 لقينا هذه. أنا ما نخلطت عليها، ما نقعدش أختي في القهوة، نقعد في القهوة ما نتريش نص ملسوقة. مالا؟ وأختي تقول لي جيب لي باش نطيب لك. فهمتي ولا؟ معناتها العيشة. كنت تقول الرستورونات تلقاها السميد موجود والفارينة موجودة والزيت موجود، أما للمواطن تجيب كيفاش تفسر علاش مش موجود للمواطن؟ فسرت لك، عاد فسرت لك أنا توا، على خاطر هما يعطيوا لبعضهم. فهمت كيفاه يعطيوا لبعضهم؟ عراس عراس عراس، هذاك يعطي لهذاك وهذاك يعطي، هاي بياع اللبلابي منين يجيب في الزيت؟ طيب ما قالوا الزيت هبط وهبط السكر وهبط السنو وينه؟ ما ريت شيء. البارح في كارفور قبيليك هاني في مونوبري ما هبط شيء. اختي يكذبوا علينا. ثم مافيا السكر مفقود؟ مفقود السكر، حتى باكوات انت عارف عليها فوق 500 ما فماش. والزيت مفقود، الزيت قطانيا ب 22000 5 لترات، شكون باش ينزل نشريها؟ نشريها مرة في الشهر انا نتلج. فهمتي ولا؟ منين؟ ما عادش لي مافيا تتحكم في السوق. مافيا بلاد ولات مافيا احتكار، معناتها عرس يعطي العرس، هاي بيعت الدراع في الفطار يجيب في سكارة السكر، منين يجيب فيها مانيش عارف. فهمتي ولا؟ معناتها فما مسالك التوزيع معناتها. ايه فوالا، معناتها اسمع، أنانية في البلاد. فهمت؟ لهذا يحب روحه، ما يخممش روحه. مانيش خيال، مانيش هذاك، أنا ليا وأنت ليك، أنت شوية وأنا شوية، وحرام علينا وكذا. سوا قهوة ما فماش، الناس عايشة، الناس كافيه فما، والقهوة مرحية ما فماش. سوا روية خير، هنا يحبوها البلاد، يتخايبوا، الناس فقراء ما عندها شيء، مساكين غلابة. مساكينة؟ مساكين وغلابة ما عندهم شي باش يعيشوا. فهمت؟ حرام علينا اللي نعملوا فيها السيف في بعضنا. هني أنا نشوفها عنصرية، قاعدين نستعملوا في العنصرية في بعضنا وماناش فايقين ببعضنا. كيفاش فسر؟ فسر لي كان انا نحب له كل شيء ليا، انت تعطيه لهذاك وانا ما تعطينيش، وتخبي السكر تحت الطاوله، وتخبي القهوه تحت الطاوله، وتخبي الفارينه، وقالك قال عليك هذيك بنت حومتي، هذاك بنت بلادي، هذاك دراس نوا. فهمت؟ الحليب هاو توا بداو يخبيو فيه، توا استكثر حلويات عاد، واستكثر سكاك، واستكثر عهد كبير، توا تقص كل شيء. معناتها من مناسبة لمناسبة، وكل مناسبة يصير فيها احتكار. حتى ما غير مناسبة، ما فهمتش أنا، قاعدين يدوروا في العزلة القيس سعيد، هما فهمتني، قاعدين يسيحوا فيها، يدوروا في العزلة القيس سعيد، يدوروا في العزلة القيس سعيد، يحبوا ينطروه.
اي بلي سنو النوفو نتاعو بريزيدون قيس سعيد، انا ما عمل لي شيء، مي النوفو نتاعو بريزيدون موش دوني ماشي على حقيقته، فهمتي ولا لا؟ هو انت اليوم مثلا مشيت تقضي، شنو مشيت تلوج حاجه ما لقيتهاش باغ اكزومبل؟ يا اختي انا شوف، انا اختي طابت تاخذ طيب خذ كيما البارحه مبطل طيفك البروكلي عملته بالعظم بالعظم قليت وواحدة شربة، قلت لها عليه ما عملت سبري، قلت لي يا وخيتي تطزينا بالفين وتطزينا بالفين ومنين جيت، اي هاني تعديت تو على هذا، والله طرف طرف هك تو، ويعلم ربي منين جبتهم، يعلم كهل عالي ربي، فهمت حسيل وسو مناش باهين في بعضنا. كيفاش مناش باهين في بعضنا، انانية. أنانية ونعيطوا على بعضنا ونستعملوا في العنصرية في بعضنا وماناش فايقين بها. شنية هي العنصرية؟ ألم في القلب، فهمتي ولا مرض في القلب، فما ناس ما تفهمهاش شنية، فهمت هذاك شنو عليه ماناش قايين نلموا بعضنا مرة عندي مرة عندك. فهمتي وليه؟ وعليها كما تقولوا انتوما الاحتكار تخبيوا في الفارينة، فتسمتوا في شكون؟ تسمتوا في قاسم سعيد ولا تسمتوا في المواطنين الزويولة اللي عنده وليد واللي عنده 10,000 ما استعمل شيء؟ انت تخدمه؟ ليه انا بطال، انا بطال. ياخو في المنحة؟ ياخو في المنحة نعم، ياخو في المنحة اختي، انا اكسيدونتي فهمت؟ كيفاش؟ اكسيدونتي اي. فلا غالب اختي هذا اسمع. سيقولوا ناس قبل اللي فيه طبه ما تتخبى، نقعدوا هكاكا اللهفه، اللي عنده مقصوره يحب ياخذ دار عربي، اللي عنده دار عربي يقول لك ليه نحب نمشي نسكن في المنار، اللي يسكن في المنار يولي يحب كهرباء، والدنيا لهفه وشوف والترافيك والتدليس، شوف ما فماش مراقبه سيرفيون سبيسيال كيما نعرف انا سيرفيون سبيسيال كما في الأوروب، مراقبة ما فماش حد محدك منك، شوف حد محدك الساعة ذيك من بعد سيب الماء يمشي في البطيخ، فهمتي ولا لا؟ ما فماش مراقبة، ما فماش في السبيطارات، ما فماش مراقبة في ال وين هي المراقبة؟ ما فما شيء يا بنتي، ها 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 كلام الكل في المناسبات، في المناسبات قدام كاميرا حاجه ورا كاميرا حاجه، قدام الكاميرا حاجه وقدام زعما فهمتي ولا المراقبين حاجه وصابت المراقبة وين تدخل الحرفه وين شوف تمض بقديه بقديه نقعدوا نستناو عقاب العشيه احنا حتى ترخص حاجه اكسقاطة اكل خامجه باش ناخذوها وننظفوها. شوف أكل علينا الدهر وشارب، لا تقل المغني غني.